تلسكوب جيمس ويب الفضائي يرصد مجرة غريبة في الفجر الكوني، مجرة ساطعة ولكن لا يأتي سطوعها الكبير من النجوم التي بداخلها ولا من الثقوب السوداء الفائقة في مراكزها والتي تنير من خلال قرص تراكم المادة والغاز حولها. إذن من أين يأتي هذا الضوء وكيف تم رصده؟ هل هي النجوم الأولى في الكون والتي لا نعلم عنها شيئا؟ أم أن نوعا آخر من أجرام السماء يسكن في غياهب الفجر الكوني قد بدا لنا وظهر في الآونة الأخيرة ليحل ألغاز عصية على الفهم تحدث في الكون المبكر؟ تعال معي اليوم في رحلة إلى الكون المبكر، حيث الكون غير الكون والأجرام غير الأجرام. نسبح في هذه الحجب الكونية لنعرف أكثر عن أهم حقب الكون. أهلا بكم. أحد أهم الإنجازات التي حصلت مؤخرا كان إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي يعمل على حل الألغاز في نظامنا الشمسي ويتطلع إلى ما وراء العوالم البعيدة في المناطق السحيقة من الفجر الكوني حول النجوم الأخرى التي لا نعلم عنها شيئا ولا يوجد مثيل لها في كوننا الحديث الحالي. يستكشف جيمس ويب تلك الهياكل الغريبة والأصول الغامضة لكوننا من خلال قدراته الجبارة على اختراق الأشعة تحت الحمراء لتجميع السنوات الأولى لكوننا هناك في الماضي، حيث كان الكون يتباهى بعدد مهول من المجرات الضخمة التي نمت بسرعة كبيرة جدا وكانت نقاطا ساخنة لتكون مضطرب للنجوم آنذاك. الآن ومع جيمس ويب يعتقد العلماء أننا بتنا قريبين جدا لرصد أدلة مهمة على تكون النجوم الأولى المعروفة باسم نجوم الجمهرة الثالثة أو المجموعة الثالثة، بل وظهرت دراسات تشير إلى أن تلك النجوم لم تختفي من كوننا كلية، وأن نجوما منها بقت كل تلك السنين وما زالت في الكون، بل إن بعضها قريب جدا من الأرض. هل ستغير تلك النجوم التي إذا ما رأيناها تمام رؤيتنا الفيزيائية للفجر الكوني؟ إن ولادة هذه النجوم في الفترة ما بين 200 إلى 400 مليون سنة بعد لحظة الانفجار العظيم مثل حدثا مهما في انتقال الكون لعصر جديد، حيث أنار الكون بعد إظلام وأزالت تلك النجوم الحجب الكونية التي حبست الفوتونات الضوئية ومنعتها من الهروب والانتقال بحرية في الفضاء الشاسع. نعم، راودت الكثير من العلماء رغبة عارمة في معرفة النجوم الأولى في الكون، تلك النجوم الموغلة في الضخامة والساطعة بدرجات غير متخيلة. إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلا وبالتحديد في العام 2003، حيث الزمن الذي لم تتواجد فيه الأجيال الأحدث والأقوى من التلسكوبات سوى تلسكوب هابل، رصد تلسكوب هابل منطقة كثيفة وساخنة جدا من تكوين النجوم هي الأبعد على الإطلاق في ذلك الوقت، وكانت طفرة كبيرة جدا أن نصل لكوكبة نجمية على بعد 12 سنة ضوئية في كوكبة الوشق التي تبعد عنا بثمانية ملايين مرة ضعف بعد سديم أورايون عن الأرض، بل وأسطع من هذا السديم مليون مرة، وهو عبارة عن عنقود فائق بعيد من النجوم الشابة شديدة الحرارة. يحتوي قوس الوشق على مليون نجم أزرق أكثر سخونة من النجوم المماثلة في مجرة درب التبانة، وهو سمة من سمات الأيام الأولى للكون عندما كانت العواصف النارية الغاضبة لولادة النجوم أكثر شيوعا. تقدر درجة حرارة سطح النجوم في قوس الوشق بحوالي 80,000 كلفن، أي حوالي 20 مرة أكثر حرارة من النجوم في مجرتنا درب التبانة. إن نجوم المجموعة الثالثة فقط والتي تشكلت مباشرة بعد الانفجار العظيم هي الأكثر سخونة بحوالي 120,000 كلفن. لقد كان عمر الكون ملياري سنة فقط في الوقت الذي نراقب فيه قوس الوشق، وقد ولدت النجوم الأولى قبل 1.8 مليار سنة من ظهور نجوم قوس الوشق.
في أحد جيوب الكون التي تعج بالمجرات، سلط تلسكوب جيمس ويب عدساته نحو إحدى المجرات المتوهجة هناك الخافتة من منظورنا الأرضي. ووسط حقل مزدحم بالمجرات تبرز مجرة غير واضحة المعالم، تصدر بصمة ضوئية لم يرها العلماء من قبل، مجرة غير عادية للغاية، تمتلك سحب غازية خارقة تلقي بظلالها على النجوم. مجرة توفر الحلقة المفقودة لتطور المجرات بين النجوم الأولى في الكون والنجوم التي نراها اليوم في مساء الليل. تشكل المجرة المسمى GSNDG 9422، والتي أتت بعد حوالي مليار سنة من لحظة الانفجار العظيم كأبرز توقيع ضوئي غريب لم نرى مثله من قبل. إنها ظاهرة جديدة واكتشاف مهم، يقول الباحث الرئيسي للدراسة أليكس كاميرون من جامعة إكسفورد. كان أول ما فكرت به عند النظر إلى طيف المجرة هو أن هذا غريب. تصميم تلسكوب جيمس ويب كان لهذه الأغراض، ظواهر جديدة تماما في الكون المبكر يمكن أن تساعدنا في فهم كيف بدأت القصة الكونية. أثارت هذه المجرة اهتمام العلماء بطيفها الشاذ. لم يكن من المفترض طبقا للقياسات أن تتوهج المجرة بهذا القدر. يظهر طيف المجرة الذي تمت ملاحظته من خلال استخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء التابع لتلسكوب جيمس ويب الأداة نيرسبيك، أن الضوء الذي تم رؤيته ساطعا من المجرة لم يكن ضوء النجوم فقط، وأن شيئا آخر كان أشد سطوعا من النجوم. وكانت المفاجأة الغير متوقعة أن هذا السطوع العالي يظهر من السحب الكونية الغازية والسدم الغبارية العجيبة التي تملأ تلك المجرة. تظهر هذه الصورة أطوال موجية قريبة من الأشعة تحت الحمراء للضوء، والتي تمت ترجمتها إلى ألوان الضوء المرئي. يظهر مفتاح اللون المرشحات التي تم استخدامها عند جمع الضوء. لون كل اسم مرشح هو لون الضوء المرئي المستخدم لتمثيل ضوء الأشعة تحت الحمراء الذي يمر عبر هذا المرشح. لكن السؤال الهام الآن، ما الذي يجعل هذه السدم الغازية ساطعة جدا بدرجة أكبر من سطوع نجوم المجرة؟ تواصل كاميرون مع زملائه وتوصلوا إلى نتائج غريبة ومدهشة. وجد الفريق البحثي أن نتائج دراساتهم ونماذج المحاكاة الحاسوبية التي قاموا بها متوافقة مع بيانات الرصد من تلسكوب جيمس ويب، والتي أشارت إلى أن النجوم الضخمة الكبيرة الساخنة داخل هذه المجرة هي التي قامت بتسخين سحب الغاز الكونية هناك، لدرجة أن الغاز أصبح يضيء أكثر سطوعا من النجوم. وبدا لهم أن هذه النجوم يجب أن تكون أكثر سخونة وأكثر ضخامة مما نراه في النجوم في الكون الحالي. طبعا هذا أمر طبيعي جدا في الكون المبكر حيث كانت البيئة مختلفة تماما. على سبيل المثال، حتى نعرف الفرق بين تلك النجوم والنجوم الحالية، فإن النجوم في مجرتنا درب التبانة تتراوح درجة حرارة النجوم الضخمة الساخنة فيها ما بين 70,000 إلى 90,000 درجة فهرنهايت، تقريبا بين 40,000 إلى 50,000 درجة مئوية. لكن النجوم في مجرة الحلقة المفقودة تلك يمكن أن تتجاوز عتبة 80,000 درجة مئوية. تقوم هذه النجوم بقصف السحب الكونية التي تحيط بها، كميات كبيرة من الفوتونات الضوئية التي تؤدي إلى تسخين هذه السحب الغازية وتضيئها وتجعلها أكثر سطوعا من النجوم المحيطة الضخمة. وهذا يدل على كثافة هذه السحب الغازية، بل على أحجامها الشاسعة المترامية الأطراف. إنها سمة نادرة في المجرات أن نرى مثل ذلك. هذه المقارنة التي تظهر أمامك بين صورة رصد تلسكوب جيمس ويب والنماذج الحاسوبية التي قام بها الفريق توضح تطابقا بين الفرضيات ونماذج المحاكاة وعمليات رصد تلسكوب جيمس ويب. لكن هل تعد هذه النجوم من نجوم الكون الأولى، أو ما نسميها نجوم الفئة الثالثة؟ تفوق سطوع السحب السديمية على ضوء النجوم هو أمر مهم ومثير للاهتمام، على الرغم من أنه قد تم التنبؤ من قبل بعمليات مثل هذه في النجوم الأولى في الكون التي تنتهج نفس هذا العمل. تقوم النجوم الأولى في الكون كما قلنا في بداية الحلقة بعملية تسخين الحجب الكونية وإتاحة الفرصة لسطوع المجرات في الكون المبكر. إنها نفس الأحداث التي تحدث في نفس المجرة
بطلة قصتنا اليوم، ولكن على نطاق أضيق. استطاع الفريق البحثي أن يتأكد أن هذه النجوم الضخمة التي تسخن الغاز لم تكن من النجوم الأولى في الكون، نجوم الفئة الثالثة، لأن البيانات الرصدية أوضحت أن هناك قدرا كبيرا من التعقيد الكيميائي، أي أن هناك عناصر أثقل من الهيدروجين والهيليوم. ويعلم العلماء بأن هذه النجوم الأولى كانت تحتوي فقط على الهيدروجين النقي دون أي تعقيدات كيميائية أخرى، كما أن تلك النجوم الأولى أشد حرارة من نجوم هذه المجرة. إن المادة الوحيدة المنبثقة من الانفجار العظيم كانت الهيدروجين والهيليوم، فلا بد للنجوم البدائية أن تتشكل من هذين العنصرين فقط. ولذلك تم استبعاد أن تكون هذه النجوم الساخنة في المجرة هي النجوم الأولى في الكون. إن الأفران الكونية الضخمة المسمى بنجوم الفئة الثالثة الأكثر سخونة في الكون، هذه النجوم قد اشتعلت بشدة، ويعتقد بأنها احترقت بسرعة، حيث انفجرت تلك النجوم على هيئة مستعرات عظمى سوبرنوفا، مشكلة عناصر جديدة أثقل نثرتها عبر الفضاء. وتلك هي المادة التي نشأت منها أجيال لاحقة من النجوم والكواكب والعوالم التي شكلت الحياة على كوكبنا الأرض. إن هذه النجوم الموجودة في هذه المجرة هي فئة جديدة من النجوم لا نعلم عنها إلا القليل، هي حلقة وصل بين نجوم الكون البدائية والنجوم على شكلها الحالي. إن مجرة GSNDG 9422 هي أحد الأمثلة على تطور المجرات في الكون المبكر، وهناك الكثير من الأسئلة التي ينبغي علينا أن نجيب عليها في نهاية المطاف. هل هذه الحالات شائعة في الفجر الكوني أم نادرة الحدوث؟ سيقوم كاميرون وفريقه بتحديد المزيد من المجرات التي ربما تحصل عليها نفس تلك الأحداث، وسيوفر هذا في المستقبل فرصة أكيدة لفهم أفضل لما كان يحدث في الكون خلال المليار سنة الأولى من ميلاده. وهكذا أخي الحبيب، قد وصلنا للختام. إن أعجبتك الحلقة فلا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب الذي يدعمنا ويجعلنا مستمرين معكم. اشترك في القناة لو كانت تلك زيارتك الأولى لنا. فعل زر الجرس حتى تتابع جديد الأخبار في قناة إنفوسفير، القناة الأولى عربيا في تقديم أخبار علوم الفلك والفضاء باستمرار. وعلى وعد بلقاء جديد في إنفوسفير، غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي لكم، محمد فهم سليم. سلام عليكم.